انا ماذا بينا ان شاء الله ثاني نديرو في متناول الجميع لو جيل ثاني هذا لازم نديرو في لي ماسك ثاني كي نهضروا نجيبو ان شاء الله وراح ثاني نكون فيها يعني شيء مليح نديروه ولكن كي نمدوه للمجتمع لازم يستعملوا انا يمدوا لي هكذا لازم نستعملوا ولا كان ما استعملوش تما راح نبالك نسبب خطر لصاحبي خويا لعمي لوليدي هي عندنا 150 مسجد اللي تفتح اليوم على مستوى الولايه هي في الحقيقه هي 640 هي 630 مسجد فوالا 640 مسجد ولكن نروحوا ان شاء الله تدريجيا لانه العمل هذا التدريجي علاه يكون اليوم 150 تعمل مليح وتعمل بنظام ويكون انسان فيه الاجراءات الوقائيه المعمول بها نروحوا ممكن على المستوى المحلي لانها يعني التنظيم عطانا صلاحيات اخرى باش نروحوا لكان مسجد حقيقه يتطلب اللي لازم نفتحوه وما تكونش فيه يعني يكون تنظيم محكم نديروا الجمعيات الدينية هي يعني العمود الفقري زيادة على الإمام زيادة على مديرية الشؤون الدينية اللي هي ديما تحرص على التنظيم. سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أسألك يا ربنا أن تحفظنا جميعا من كل سوء ومكروه اللهم احفظنا فردا ومجتمعا احفظنا مدينة ودولة احفظنا يا ربنا من كل سوء ومكروه ارفع عنا هذا البلاء والوباء في أقرب الأجال فإننا مؤمنون بأنه لا يستطيع أحد أن يكشف عنا الضر إلا أنت الحمد لله الذي وفقنا أن فتح هذا المسجد وأدينا صلاة الجماعة مع الجماعة نسأل الله العلي القدير أن يرفع عنا الغم والهم والبلاء وأن يوفقنا لما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين أن صلينا أول صلاة بعد غياب يقارب 5 أشهر والحمد لله رب العالمين أن العديد من المساجد عادت إلى فتح أبوابها وهذه نعمة من عند الله نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء ويفك هذا الغم على المسلمين في الحقيقة لنا شرف عظيم أن يمن الله سبحانه وتعالى علينا بفتح بيوته في هذا اليوم الأغر المبارك
وبعد أن دام الغلق لفترة كما تفضلت وقلت يعني دامت قرابة 5 أشهر، وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى بيوته بعد القرار الذي اتخذه السيد رئيس الجمهورية بفتح المساجد التي تسع إلى أكثر من 1000 مصلي. ومسجدنا في الحقيقة يسع مسجد قطب ويسع إلى 1000 المصلين، فكان هو الأول على الواجهة، فتم فتحه بعد اتخاذ جميع التدابير الصحية والوقائية حتى نضمن سلامة المصلين، لأنه ليس بإمكان أنه حفظ الأنفس وحفظ الأرواح قبل يعني ما يأتي فيما بعد.